شيخ الحاره خلاص شخصيه كمان جديده عليا. تعرف لينا انضمام الفيشاوي كمان. اي تي بالعربي يستعرض مجموعه من الاخبار عن جديد النجوم وتحضيراتهم الفنيه المقبله. ايه عيوبك؟ سهل. غير تصويرها حاليا لفيلم ميني بار وهو الاسم المؤقت للعمل ده، بتستعد منى فضالي لتقديم عدد من الاعمال بادوار كوميديه. حبيب روحي ده انا عن نفسي شايفه انا يعني حابه الفيلم جدا، لانه اول مره بعمل فيلم من اوله لاخره كوميدي، والشخصيه كمان جديده عليا وانا عاملاها بشكل بسيط يعني. وهنشوفها فيلم تاني بشخصية رومانسية. أزمة قلب طبعا بطولة خالد سليم ونسرين طافش ومحمد عز مع ناس كتير جدا، اخراج دكتور مرقص عادل. فيلم رومانسي شوية سسبنس برضو، شكل مختلف ودور جديد، ودنيا هتلاقوها شكلها مختلف يعني، طلع اسمي دنيا. وما نقدرش نتكلم عن الكوميديا وما نذكرش محمد عبد الرحمن اللي كمان مشغول بالتحضير لاعمال متنوعه. في فيصل اكس ده بس لسه ان شاء الله باذن الله، فيصل اكس ابو كليبس اسقص ان شاء الله، والدعوه عامه ان شاء الله باذن الله بنحضر له. اه يعني حابين تشتغلوا مع بعض جدا من زمان، جدا من زمان احنا كنا حابين انا وهو استاذ فاروق الله يرحمه نشتغل مع بعض احنا الثلاثه في ايه مش عارفين، بس كل ما نتقابل عايزين نشتغل مع بعض. حماسك برضه ان يبقى المخرج هو رامي امام؟ اه جدا، يعني دي انا متحرك عليها من بدري قوي يعني. رامي يعني استاذ كبير يعني وشغله عظيم، وشرف ليا ان انا نشتغل مع بعض، وكان شرف لينا انضمام الفيشاوي كمان، دي حاجه تشرف اي حد، فربنا يكرمنا كده ونعمل حاجه كويسه. وبعيدا عن التمثيل، وبعد الاخد والرد لفتره سنين بين بسمه وهبه وايناس الدغيدي على برنامج شيخ الحاره، اكدت ايناس لاي تي بالعربي عن اعتذارها عن تقديم الموسم الثالث من شيخ الحاره والجريئه. شيخ الحاره خلاص قلت كفايه، انا عملته السنتين ومبسوطه وسعيده بيه، حسيت اني ممكن اعمل حاجه تانية جديده. انا من النوع اللي بحب دايما اجدد، هو برنامج ناجح ونجح جدا والناس حباه، اعتقد انه ممكن يجي حد تاني يعمل له شكل جديد تاني، لان هو برنامج انا بقول يعيش العمر كله لو المقدمات تتغيروا يعني.